حكي عن خطط أمنية ستطال المناطق اللبنانية تباعا، الشمال والبقاع والجنوب تماما كبيروت. انطلق الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل، فاتفق على نزع الصور والشعارات الحزبية والسياسية من الشوارع منعا للاستفزاز بدءا بالعاصمة. استبشر اللبنانيون خيرا، معتبرين أن ملامح الدولة وسلطتها بدأت تظهر في بلدهم. إلا أن هذه الأصوات التي سمعها من كان في بيروت وجوارها متسببة بهلع الكثيرين دحضت كل ما تقدم. إطلاق نار في الهواء وبقذائف RPG ابتهاجا بخطاب السيد حسن نصر الله. إنه السلاح موجود بين إيدي العالم. هلا العالم أكيد لما حزب الله كلها مع سلاح ببيوتها، يعني العالم كلها بتعرف العالم أنها هبلان. القواص مسموح مثل ما بيقولوا، بس الفرقع ممنوع. هذيك المرة كنا عم نفرقع اجى علينا الدرك. انا لو مني ما بطلق طلقة صغيرة بالهواء، لانه ما بعرف وين حتنزل، حتنزل على بني ادم، حتنزل على سيارة. هذه المرة اصاب الرصاص الطائش عددا من السيارات، فماذا كان ليحصل لو سقط الرصاص على اصحاب تلك السيارات؟ كل واحد بغني على ليله وضد اي زعيم بيطلع وبيقبل ناسه يقوصه، اي زعيم اللي كان. مجرد خطاب للسيد حسن نصر الله كان كافيا لإحباط كل من أمل بوضع حد للفلتان الأمني ومظاهر فائض القوة عند فريق من اللبنانيين.